اللهم آمين. إخواني وأخواتي، بتعليق نبدأ. تعليق على الأحداث المؤسية المفجعة المحزنة في مصر الكنانة. وحتى لا نطول، لأن موضوع الخطبة سيأخذ في اتجاه آخر، أحب أن أشير بكلمات عجلة قصار أحبتي إخواني وأخواتي إلى بعض هذه الحقائق والملاحظ. أولا، يعلمنا درس تاريخنا الإسلامي وعبر هذا التاريخ بطوله الذي يمتد على أكثر من 1400 سنة، خطه يتجاوز هذه المدة إخواني وأخواتي 1400 سنة. ما كان يحدث؟ أن تنتهك حرمات الأمة داخليا، أن يعتدى على حيوات الناس داخليا، بحيث يقتلون ويذبحون وينهبون ويروعون ويشردون، وبين مزدوجين إذا استثنينا ظلم السلطة، وهو ظلم مهيمن للأسف ومقيم. ما كان هذا يحدث إلا على أيدي الفرق من أمثال الحشاشين والقرامطة والملاحدة والزنادقة، الخرمية والبابكية إلى آخر هذه الفرق المعروفة عبر التاريخ الإسلامي. ولذلك بكلمة، هؤلاء في الحقيقة وفي الجوهر، بل في القلب من الحقيقة، امتداد لهذه الفرق. لم يحدث أن فرقا إسلامية إخواني وأخواتي ممن يدينون دين الحق ويرون أنفسهم مكونا عضويا من مكونات هذه الأمة، أنهم كانوا يستحلون العدوان عليها على أفرادها بهذه الصورة، إلا من هؤلاء. لذلك علينا أن نكون واضحين وألا ننجر ونغتر ويموه علينا بالعناوين أن هذا جهاد. أي جهاد؟ جهاد في الأمة. إن صح ما سمعنا وصح ما أشيع أن التفجير الأخير في المنصورة في مصر الحبيبة قامت به، إن صح قامت به الجماعة المسماة بجماعة أنصار بيت المقدس، فيا خيبتنا ويا فرحة عدونا. بيت المقدس يحرر بإحراق مصر وبقتل أبناء مصر، وتحرر بيت المقدس. ما شاء الله ما شاء الله، طريقة في الجهاد عظيمة غير مسبوقة. انتبهوا، يجب أن تكون الأمور واضحة لدينا، واضحة تماما أمام أعيننا. نحرر بيت المقدس بقتل إخواننا المصريين، بقتل المصريين الآمنين بالجملة وبالتفصيل يا إخواني، بالجملة وبالتفصيل طبعا. والفتاوى جاهزة، الفتاوى جاهزة، انتبهوا، الفتاوى التي تبثها فضائيات الفتنة، فضائيات المؤامرة بالحتم والتأكيد هي مؤامرة على هذه الأمة يا إخواني. اقتلوا كل من كان في السلطة، وكل من تعامل مع السلطة، وكل من تعاون مع السلطة من العسكريين والمدنيين والعلماء والجاهلين. أظن أنكم جميعا سمعتم هذه الفتوى ورأيتموها غير مرة، وهذا معنى أيها الإخوة يعني إذنا مفتوحا بالقتل العربيد، بالقتل منفلت العقال. شيء غريب، يوشك أن يكون إذنا أحيانا، وسوف نرى، بقتل ربما نصف أو ثلاثة أرباع الشعب. إذا كان ثلاثة أرباع الشعب يؤيدون السلطة مثلا، فليقتلوا. عجيب، فتاوى ما شاء الله، فتاوى. هذا فقه، هذا فقه الفتنة، فقه الجريمة إخواني وأخواتي. هذا الملحظ الأول. الملحظ الثاني، فكروا معي بهدوء يا إخواني حتى نتبين الحقائق وحتى لا نخدع مزيد انخداع. هؤلاء لديهم مشروع، وهذا المشروع يستبطن وعدا، وعد معين. هذا المشروع يجد روحه وأساسه في السلطة، في سدة السلطة. علينا أن نصل إلى السلطة لنتحكم بمفاصل الدولة ومقدرات الشعب. مشروع اسمه إسلامي،
مشروع إسلامي لتحكيم شرع الله، لتطبيق شرع الله في الأرض. جميل، هذا مشروع إسلامي. طبعا نحن لم نجربهم هذه التجربة الطويلة أو الواضحة، هؤلاء الذين يقتلون ويفجرون ويذبحون ويكفرون، لكن انتبهوا، من غير أن نجربهم، ولسنا بحاجة لا قدر الله إلى أن نجربهم، نحن نعرف بالقطع واليقين عن ماذا سيتكشف هذا المشروع وإلى ماذا سيؤول، أين سيتجه مساره، نعرف هذا تماما. تعرفون كيف؟ لأنهم الآن في المرحلة التي يسمونها الاستضعاف تقابل مرحلة التمكين، لم يمكن لهم في الأرض الآن، لم يمكن لهم من رقابنا، من مفاصل دولنا، من مقدرات شعوبنا. أيها الإخوة، ما شاء الله، يتوسلون هذه الوسائل لكي يصلوا. بالله عليكم انتبهوا، منطقية بسيطة جدا، لو وصل هؤلاء وتمكنوا وصاروا في سدة السلطة وبيدهم مفاتيح النفوذ والقوة، ماذا سيفعلون؟ إذا كانوا الآن في مرحلة الاستضعاف ومرحلة المطاردة، يفعلون هذا، يستحلون الدماء يا إخواني بأبسط، بلا سبب، بلا سبب أصلا. فكيف هؤلاء لو وصلوا فعلا إلى السلطة وتحكموا وأصبحت مقاليد الأمور وتصاريفها بأيديهم ومفاتح الأمور بأيديهم، ماذا سيفعلون؟ عليكم أن تفكروا جيدا. تعرفون، نحن طبعا نعرف بالذات الجماهير، يعني الجماهير لدينا القدرة التنظيرية والقدرة النقدية والقدرة على فهم التنظير ضعيفة ومضمحلة شبه معدومة. تعرفون لماذا؟ لأن هذه المنابر لم تعود الناس أن يستخدموا عقولهم، وهي لا تحبذ هذا، لا تحبذ أن تكون الأمور واضحة ومنطقية وسلسة أمام الناس. يحبون أن يغرروا بالناس، أن يزيفوا الوعي، أن يموهوا الحقائق. انتبهوا، لماذا؟ لأنهم لا يتأنى ولا يتأتى لهم التلصص إلا في ظلام الجهل، لا يتلصصون حتى على وعي الناس إلا في ظلام الجهل، إلا في غيبة الوعي، إلا في غيبة الوعي. فهذا الملحظ مهم وعلينا أن نفكر فيه طويلا وكثيرا إخواني وأخواتي. ثالثا وأخيرا، نحن نوقن أن هؤلاء في جوهرهم ليس لديهم مشروع أصلا، ليست هذه طريقة من لديه رسالة. هؤلاء بكلمة واحدة مجرد أناس انتحاريون، منتحرون، كفروا بالحياة، لا يرون شيئا في الحياة أصلا يستحق التقديس والتقدير والتبجيل والاحتفاء به. وطبعا مرة الرابعة، يموهون هذه الروح المظلمة السوداء اليائسة من الحياة، المستخيلة من الحياة، بماذا؟ بطبقة، بقشرة زائفة دينية، أن هذا جهاد في سبيل الله وفي سبيل الإسلام ومشروع الإسلام. ولذلك إخواني، خطر لي وأختم بهذا، خطر لي أن على الأمة، أفرادا وجماعات، وعليه أن تتظاهر بما سأذكره الآن، عليه أن تتظاهر بشكل واضح وصاخب بإعلان البراءة من هؤلاء. يجب أن يسمعوا من الأمة أننا بكم كافرون، لهذه المسالك المشؤومة النكراء منكرون، ما عدتم تنتمون إلينا، نحن لا نؤمن بكم ولا بطريقكم، إسلامنا أرحب وأرحم وأعظم وأكرم من أن تعبثوا به هذا العبث كله، وإسلامنا أجل وأعمق وأدق يا إخواني من أن يؤخذ عن أفواه الحمقى والمغفلين والمدسوسين والمأجورين. أبدا، لستم أنتم من يعلمون ديننا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يخطئ مثل سيف الله المسلول رضوانه عليه، خالد بن وليد، فيقتل أحدهم خطأ طريق الخطأ، ماذا كان يقول؟ اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مباشرة، لا يقول بارك الله في أخطأ خالد. نحن نسمع الآن وفلان الذي فجر نفسه وقتل رحمة الله تعالى عليه وغفر له أخطأ، يا ما شاء الله على المنطق، ما شاء الله يا أخي، يقتل عباد الله جملة وتفصيلا ثم تترحم عليه وتستغفر له، لكن لا غفر الله للجهل، لا غفر الله للحماقة، لا غفر الله لهذا التلصص على ديننا، هذا التسور على دين، هذا الاغتيال والاختطاف لديننا. لذلك علينا أن نعلن البراءة. أقترح أن يسير الناس يا إخواني في بلاد العرب والمسلمين
ألوفا وعشرات ألوف ومئات ألوف وملايين ليقولوا نبرأ منكم، نحن منكم براء، لا نؤمن بكم. هكذا يجب أن نتظاهر لكي يعلم هؤلاء حجمهم، ولكي يعلموا أنهم لم يقعوا منا موقعا. نحن لا نحب هذه المسالك ولا نحب هذه الطرائق، ونحب لهم أن يعودوا إلى رشدهم. والله يا إخواني، كما حدثني أحد إخواني من العامة، إنسان بسيط عامي، قال لي: ألا يفهم هؤلاء، ألا يفهم الواحد منهم أن ليس بينه وبين أن يهوي في جهنم سوى ضغط على الزناد؟ قلت له: لا يفهمون، والله العظيم ما بين الواحد منهم وبين أن يهوي في جهنم 70 خريفا وربما خالدا مخلدا فيها أبدا، كما أخبر الله في كتابه أيها الإخوة، إلا أن يضغط بالزناد لتنطلق رصاصة تخترق دماغ أو قلب إنسان بريء. انتهيت، أنت انتهيت. يجب أن تفهم هذا. لكن طريقة هؤلاء المجرمين، مجرمون يا إخواني باسم الإسلام، يقول لك: لدينا فتوى، هل نقتله في حشد من الناس؟ هذا الحشد يكون أحيانا في مسجد يعبد فيه الله، والمفروض أن من دخله كان آمنا، بيت الله وأن المساجد لله. قال لك: حكم من حوله ومن معه ومن يحضر له، حكمه فليقتلوا معه، ويذهب هذا يفجر نفسه. ما شاء الله على الفقه، ما شاء الله على الفهم، ما شاء الله على الدين، ما شاء الله على التعمق في الدين. جعلتم دين الله لعنة، أنا أقول لكم جعلتم دين الله لعنة.